من فرصة النقطة وهي الحفلة بالزيت مزقوا وكنا نمرينا مثلا كل أنا والجمهور وأنا كثير سعيدة بالنجاح اللي حققته. ممكن يبسط الجمهور إنه بيجي مشاهد حبكم كثير تابعك الأخبار عطول وأغنياتي وإن شاء الله يكونوا كل أعمالي دايماً عند حسن ظنكم وعدكم منه وعد أكيد بس أنا بلشت أسمع أغاني مغربية وإن شاء الله بختاروا أغنياتي قريباً. شيء مزاجان نايت اللي كانت فيها كيف شفتوا محمد رضا ونانسي عجرم وفي كل سهره كنحاولوا نستقبلوا فنانين اللي مشهورين على الساحات العرب بحال هذه السنه مثلا جانا كان عندنا سعد المجرد كان عندنا وليد الشامي سميره سعيد وفايتنا استقبلنا فنانين لبنانيين مصريين دابا كنتذكر وائل كفوري ماجد المهندس إليسا دونك الناس فنانين اللي مشهورين وهذا الشيء هذا الاختيار باش نلبيو كاع الطلبات وكاع الأدوار